يوسينيا، باستوريلا، فرانشيسيلا، إجمالا مجموعة كمان من الريال باثوجينز. هدول إجمالا البكتيريات اللي أجريسيف للإنسان. لما بنحكي على يرسينيا بنحكي على البليك اللي هو الطاعون. كمان جزئية في عنا أنواع تانية من اليرسينيا غير اليرسينيا بيستس، بتعمل عندي سودو تيوبركيولوسز. نحن نحكي على الباستوريلا والفرانشيسيلا، الباستوريلوسز والتوليريميا أو الرابيت فيفر. اليرسينيا بيستس الإجمالا هو بتعمل عندنا الطاعون بليك، تنتقل إلنا عن طريق الراتس والأذر رودنت القوارض، ولكن مش دايركت، يعني مش الجردون أو الرات أو القارض بنقول إياها مباشرة، هي تنتقل عن طريق الفليز البرغوثي. أوكي، إجمالا ليش الرودنت؟ لأنه البكتيريا هذه بتحب الظل ورطوبة ودرجة الحرارة المنخفضة، عشان هيك بتعيش في الجحور تاعت القوارض هدول، وبنصاب فيها القارض والفليز اللي موجودة بتنقل من القوارض بين بعضها، وإذا الفلي عضت الإنسان ممكن تيجينا للإنسان. ولكن في حالة صار عنا النومونيك، يعني صار عنا الحالة المرضية للبليك في الرئتين عند الإنسان، فممكن تنتقل من إنسان لإنسان. طبعا لما بنحكي على بليك بنحكي على بابونيك نومونيك اند سبتسيميك. البابونيك اللي هو بيكون عندي بالليمف نوت، النومونيك بتكون في الرئتين وممكن نوصل لسبتسيميك. اجمالا بدايات في البايت بتكون بابونيك، ممكن تنتقل سبتسيميك مع نومونيك، واذا كان من انسان لانسان بتكون نومونيك مباشره. الثلاثة طبعا مميتات إذا ما صارش تريتمنت، لأنه مرض كتير خطر. إجمالا لا يفضل الكلتشر بالمرة، مش نحكي قاعدين على بوليميريزيشن رياكشن، لأنه الكتير الأورجانيزم كتير خطر جدا إنه نزرعه. الأمينو جلايكوسيدز والكلورامفينيكول مستخدم للتريتمنت للبليك، وما عندناش مشاكل كتير معاها. بالنسبة لليرسينيا سودوتيوبركيولوسيس، هذه إجمالا الأنيمال باثوجين ممكن تصيب الإنسان، وطبعا ممكن تكون سب كلينيكال يعني بدون سيمتومز، أو ممكن تكون سيبير. انتيروكوليتيكا إجمالا بتعمل عندي مايل انترايتس، بس ممكن تروح عندي سبتسيميا وممكن تكون قاتلة إذا ما تعالجتش. نيجي للباستوريلا المالتوسيدا، إجمالا ممكن تصيب الإنسان من خلال عضة حيوانات ورح نحكي عنها. إجمالا الإنفكشن بنسلين أنتيبيوتيك بتعالج بسلاسة وسهولة. الفرانشيسيلا توليرانسز بتعمل عندي توليريميا، هو فيبرايل إلنس تعطيني حرارة، ممكن يؤدي للموت في إذا ما تمش العلاج صح. إجمالا من بيجينا من الحيوانات المصابة. الستربتومايسين جنتامايسين دراج في تشويز لإلها، ما عندناش مشكلة معها. زي ما احنا شايفين هنا بالنسبة للبليك، لاحظوا أنا إجمالا في عنا البليك اللي بيعملوني بصيبوني جي اي تراك، طبعا البليك اللي هو بتعطيني تعمل لي اياها اليرسينيا بيستس اللي بتعمل لي النمو الطاعون. لاحظوا انه البايت فلي بايت يرسينيا بيستس بتروح على الليمف نود بتعطيني بابونيك البليك، من الليمف نود ممكن تروح على البلاد بتعطيني سبتسيميك بليك وكتير هذا فيتال، او بتروح لللونج بتعمل لي اجمالا النومونيك بليك. لاحظوا النومونيك بليك ممكن يجينا من هيومن.
اليرسينيا انتيروكوليتيك او سودو تيوبريكولوزز زيه زي اذا بتتذكروا السالمونيلا والشيجيلا عن طريق الامسل ماكروفاج بتروح على الليمف نود لوكالايز انفكشن ورير ممكن نروح على سيستميك انفكشن وحكينا ممكن تكون عندنا فيتال بيستس سمول جرام نيجاتيف رود باي بولر ستين اجمالا مهم جدا هذه لانه اذا بنعملها سبيسيفيك ستين بتعطيني زي السيف بين زي الدبوس السيف الدبوس الامن هذا اللي بنشبك فيه الاشياء مرات فاكلتاتيف انتراسيلولار وكواجوليز بوزيتيف وين موجوده اجمالا هي زونوسز الرودنتس موجوده بالبريري دوجز اللي هن كلاب البراري هذولا وعند التشيب مانكس الهيو وسكويرل راتس طبعا هي اجمالا بوتنشال بايو فور الورفير ايجنت للحرب البيولوجيه خطر جدا اليرسينيا الترانسميشن وايلد رودنت فلي اجمالا الفلي بايتس اجمالا لانها موجوده بالسلايفا مع الفلي مع العضه تاعتها بتنتقل للانسان وكنا من الانسان لانسان ممكن تنتقل عن طريق الريسبيراتوري الكواجوليز انت توكسين عند الانفلوب انتيجين اللي هو الاف 1 انفلوب انتيجين الاف 1 هذا اجمالا انهبيت فاجوسايتوسيس وعندي تايب 3 سيكريشن سيستم لها هاي اليرسينيا بيستس وهذا عندي الانتيرو باثوجينيك يرسينيا سبيشيز اللي مختلفات عن بعضهم هذه مش موتايل هاي موتايل وزي ما قلنا في عنا اجمالا بهمني جدا نعرف الاختلافيه في قضيه الاف 1 اللي هو بيعمل عند الباثوجينيس تاعتها كنا ثلاث امراض ممكن تعمل عندنا البابونيك اللي هو محل البايت وبتروح عندي اجمالا على الليمف نود طبعا انكريزنج فيفر تعمل عندي بابوز ممكن تعمل عندي كونجنكتيفايتس وفي بدون علاج ممكن تروح لسبتسميك بليك اللي هو بصير عندنا شيء بنسميه البلاك ديث بصير عندنا البلاك ديث اللي هو طبعا بصير عندي دامج في التيشو في الاطراف اجمالا نمونيك طبعا ممكن تروح عندي من اجمالا من انسان لانسان او بتكون عندي من البابونيك تتحول للنمونيك طبعا arises from septic pulmonary emboli بابونيك بليك or inhalation للأورجانيزم من individual كتير معدية وهذا هو البيوتيروريزم اللي بخاف منه أوكي طبعا بصير عندنا هيموبتايسز وعندنا chest pain وممكن يعمل عندنا dyspnea طبعا ممكن تروح عندي مينينجايتس تونسيلر فرنجل بليك والبليك كاربنكل هذول كلهم ممكن يكونوا عندنا ولكن اجمالا ناخذ الثلاثه الاولانيات الاساسيات كلينيكال سبيسيمن كلتشر ولكن هذا كنا هازاردس بنتحاشاه سيرو دياجنوسيس ميونوفلوريسنت هذا هو السيفتي بين في الرايت اور وايسون ستين لاحظوا كيف بيكون شكلها اللي هو الباي بولر هذا سيفتي بين امين جلايكوسيد تريتمنت ما عندناش مشكله منها بريفنشن نعمل ندير بالنا من الـ نتعامل مع الحيوانات المصابه وخاصه الرودنتس اجمالا في اليوم عندنا مايلري للميليتري بنعمل لنا اجمالا كيلد فاكسين هل الطاعون اختفى من العالم لا اذا انتم بتشوفوا هنا كداش عندنا حالات كانت لل 2017 حتى اليوم 2018-19 ريكوردد وإذا سمعتوا بالأخبار في الصين كان عندي بابونيك بليك موجود حتى في بين 2010-2015 كان عندنا في مدغسكر 3248 حالة منهم كان عندي 584 حالة وفاة فبنشوف كداش إحنا البليك موجود عندنا وهذه هنا في سنة 2020 في أوغست كان في عنا حالة ريكوردد في أمريكا وطبعاً عدة حالات ريكوردد بس هاي على أساس إننا نشوف إنه إحنا نحكي على حالات ما زالت موجودة
يرسيني انتي ريكولاتيكا طبعا موتايل على درجة 25، على 37 درجة نان موتايل، شفتوا إذا عندها فلاجيل، ولا اليرسينيا بيستس نان موتايل، الانتيروكوليتيكا موتايل، ولكن بداخل على درجة حرارة 37 بتفقد الموتيلتي بتاعتها. عند الكابسول ان فيفو نوت ان كلتشر، ان فيترو فيشي كابسول، في الان فيفو كابسول انتي فاجوسيتيك، مالتيبلاي ات 4 ديجري، عشان هيك بعيش في المناطق البارده وبالمنطقه اللي فيش في الظل. الريزرفوار زونوتيك، الانباسترايد ميلك، البورك طبعا خاصه في الكولد كلايمت، طبعا عندي انتيرو توكسين الباثوجينست الاندوتوكسين مالتيبل ان ذا كولد، عشان هيك بنتكلم عندنا بمناطق الاشياء البارده. الانتيرو كولايتس طبعا ممكن يكون عندي اختلاف طبعا بالاعمار، يعني كيف ظهور المرض مع السن مختلف. في الفيري يونج بعمل لي عندي فيبرال دياريا، بصير عندي بلاد اند باس في الستول. في الاولدر كيلد يونج ادلت بتعمل عندي سودو ابنديسايتس، او كلها يرسينيا سودو تيوبركيولوسيس كمان بتعمل لي اياها نفس الشيء. اذا سودو ابنديسايتس بتعملها في الادلت، اللي بتعمل لي اياها نفس الشيء يرسينيا سودو تيوبركيولوسيس. في الادلت ممكن تعمل عندي انتيروكولايتس، اجمالا ممكن تعمل عندي رياكتيف ارثرايتس ليتر اون. البلاد ترانسفيوجن طبعا ممكن تنتقل عن طريق عن طريقه، لانه تعمل عندي بكتيريميا، فممكن انا انقلها عن طريق البلاد ترانسفيوجن. ستول كلتشر على 25 درجه وبنعمل على درجه حراره 25. الكول طبعا هو بيعمل انريتشمنت لها، لانه بيعمل انهيبيشن للبكتيريات الثانيه. فلورا كونيلون ثيرد جينيريشن للسيفالوسبورين بيمشي حاله حتى مع الاميونو كومبرومايز بيشنت. سودو تيوبركيولوسيس يرسينيا سودو تيوبركيولوسيس نان كابسوليتد بنمو على المكون كبس بضعف. عندي مجموعه عندي تقريبا 6 سيرو تايبس، التايب واحد هو الاكثر اجمالا كومون لها، وعندي اجمالا تقريبا 6 او جروبس الاو انتيجين. اجمالا بتعمل عندي ميزنتريك ادينايتس اللي هو سودو ابنديسايتس زي ما حكينا قبل شوي صغيري. ممكن بايوبسي بلاد سامبل ناخذها دياجنوسيس سبورتيف كير، ونعطي كمان نفس العمليه من التريتمنت لليرسينيا. هنا اجمالا بنكون نحكي عن اجمالا هاي سنه 2020 سودو تيوبركيولوسيس ان اكسبكتد كوز اوف فيبر اند هوت جوينتس، لانه بالعاده هي ما بتعمل، ولكن اجمالا شفناها ممكن تعمل بمرحله معينه. الباستوريلا مالتي سودا، في عندنا مجموعه اخرى من الباستوريلا سمال جرام نيجاتيف بروتس اجمالا موجودات في الماوث في ماني انيمالز، خاصه الكلاب والدوجز تيجينا من عضه البسه او عضه الكلب، عندها اندوتوكسين وكابسول تنتقل بصوره عاليه جدا بالسكن. طبعا ما عندهاش اكزوتوكسين، فهي وجود الاندوتوكسين والسبريدنج تاعها هو المشكله عندي. تعمل عندي سيلولايتس ليمفادينايتس تنتقل بسرعه عاليه جدا من خلال السكن. طبعا تعمل عندي لوكال ابسس، ممكن تروح من انجايتس وريسبيراتوري تراك انفكشن. ريرلي كلتشرد لانها اجمالا الناس بتكون ماخذه انتي بايوتيك بالعادي، وهي بتكون ما بتقدر تنمو مباشره، ما بنقدرش نعملها ايزوليشن. التريتمنت اموكسيسيلين، وخاصة في حالة الكات بايت نعطيها، بس هي ريزيستنت للمايكروليدز فاميلي. طبعا اجمالا ممكن نعمل اجمالا بريفنشن، نعطي الانتيبايوتيك في حالات البايت مباشرة قبل ما يصير عندي اي تأثير تاني. الفرانشيسيلا اجمالا فرانشيسيلا توليرانسز اسمها سمول جرام نيجاتيف، هذه potential bio warfare agent تجينا من الحيوانات. هذه من اكثر
البكتيريات قدرة على المرض وجدت على الوسيطة أو عرفت يعني. إجمالا inoculation or inhalation of as few as 10 organisms can cause disease. كتير ممرضة بس إنها تدخل يعني مش هالقد خطر على حياتنا لأنها مش سهل إنها تيجينا كمان. إجمالا ما فيش عندي انتقال من إنسان لإنسان، هاي بتيجينا عن طريق إجمالا من الحيوانات خلال سلخ الحيوانات أو الذبح عن طريق الدم لما نذبحها. طبعا مجموعة كبيرة من الحيوانات البرية رابت ديرز رودنس هدول بيحملوا هاي البكتيريا. The transmission takes bite tick bite من هاي التيك تعمل عندي إشي اسمه ulcer glandular disease fever ulcer محل العضة إجمالا regional lymph node enlargement ممكن تعمل عندي necrosis traumatic implantation خاصة إذا كان واحد عماله بيسلخ بتعرفوا سلخ الحيوانات الغزلان أو الأرانب الأيرزولز خاصة لما هو بيعملوا سلخ ممكن تجي عندنا تعمل لنا نمونيا ingestion undercooked infected meat contaminated water إجمالا ممكن تعمل عندنا typhoidal tularemia إجمالا facultative intracellular pathogens تعمل عندنا granular mucus response للإنتراسيلولار تعمل عندي جرانيولوما. زي ما حكينا المرض تعمل عندنا الالسر جلانديولار توليريميا خاصة في الأوبن ووند في الأوبن ووند وخاصة إذا كان مع السكينينج للأرنب ممكن تعمل عندنا نومونيك توليريميا وهذا هو طبعا اللي بخوفنا تعمل عندنا أتيبيكال نومونيا بنسميها رابيت فيفر دياجنوسس سيرو دياجنوسس ما نقدرش نزرعها بتاتا من لانها كتير هازارد زي ما انت شايفين الجلانديولار وطبعا هذا اجمالا في الاميونو كومبرومايز بيشنت ممكن تعمل عندنا هيك وهون ممكن تعمل عندنا الالسر ستريبتومايسين علاج منيح طبعا البريفنشن انه لما بنسلخ او بنتعامل مع الحيوانات اجمالا نكون لابسين كفوف. الجزئيه الاخيره لما بنحكي على النون سبورينج انيروب طبعا نحكي عن wound infection, peritonitis disease, الابسس طبعا هي normal flora موجودة بالتم اجمالا normal flora في الhealth people most infection endogenous طبعا بيكون polymicrobial يعني مجموعة كبيرة مع بعض من أهمهم طبعا احنا بنحكي على fusibacterium nucleatum البكتيرويدز fragilis porphyromonas والبريفوتيلا هدول إجمالا مجموعات اللي بهمونا في هاي البكتيريات. البكتيرويدز فراجيلس إجمالا انيروبيك جرام نيجاتيف رود طبعا عندها موديفايد لايبوبوليساكرايد وهذا بقلل الاكتيفيتي تاعته عشان هيك حتى اندوتوكسين ولكن أخف فعالية. هيومن كولون إجمالا موجودة عندنا. ترانسميشن اندوجينس ممكن يكون عندنا إجمالا باول ديفكت صار عندي بنتريشن سيرجري تروما الباثوجينيسيتي عندها اللايبوبوليساكرايد طبعا هو الموديفايد ريديوس الاندوتوكسين اكتيفيتي طبعا عندها الانتيفاجوسيتيك كابسول طبعا نحكي قاعدين احنا قاعدين على اوبورتشنست انفكشن ممكن تعمل عندي سيبتيسيميا بيريتونايتس anaerobic identified biochemical test بنزرع anaerobic bacteria metronidazole ديروا بالكم عليه لأنه هو إجمالا anaerobic bacteria طبعا في حالة الابسس should be surgical drain يعني ما نعطي دواء لأنه مش راح يعني مشكلة عندي إن أقتلها لأنه عندي الاندوتوكسين طبعا الانتيبيوتيك resistant common عشان هيك بندير بالنا prevention prophylactic في حالات السيرجري عندي البوريفورماس بروفيتيلا فوزي بكتيريوم اجمالا هذول جرام نيجاتيف اندوجينس اجمالا ممكن تعمل عندي جينشين في الثوم ومشاكل في عشان هيك تعمل عندي بيريدونايتس ديزيز انيروبيك جرام نيجاتيف بكتيريا بعملها انيروبيك كلتشر مترونايدازول علاجها كانيروبيك بكتيريا وهيك بكون أنهيت المادة ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بشوفكم الأسبوع القادم.